اريد افسر لي حلم. ابشر يا ام احمد، خير يا رب ان شاء الله خير. انا دايم يا شيخة احلم لي ان فيه ابل تطربني. ابل بلاها تضربك ولا تطاردك؟ ايوه تطاردني. تطاردك. انزين، وبعدين يا شيخ انا شفت في حرمه ورجال هم اللي ارسلوا علي هذا الابل تطردني. اي شفتيهم عرفتيهم؟ ايوه انا اعرفهم منهم. من هلك ولا وبعدين انا جيران؟ ها من هلك ولا من الجيران؟ لا عربي يقربوا لي اعرفهم انا. طيب هذا طيب. وبعدين؟ وبعدين لما اروح امشي اجي وفيه ناس على باب مقفل، وهذا الباب سبحان الله انفتح لي لا لا لا. وبعدين؟ وادخل وفيه باب ثاني وانفتح لي الباب الثاني والثالث، كلهن البوب ثلاثة انفتح لي. فتحت. وبعدين؟ وبعدين ما عاد شفت خالص. طيب انت زوجك شو علاقتك فيه الحين؟ في مشاكل ولا بعد؟ لا الحمد لله. اعتقد انت سمعتي ان اللي يقولون ان الابل من الجن وان هالسوالف هذه، ولا ما سمعتي في الرمسه من قبل؟ لا ما اسمع، بس دايم يا شيخ احلم انه طردني دايم في الحلم فزعتني. طيب هذول الناس الظاهر بعثين لك تعب شويه، بس زوجك انت علاقتك فيه زينه صح؟ انا زوجي الحمد لله، بس انا هذا الناس اللي ارسلوا لي الابل انا وياهم مش كويس. هالحين عرفنا، وهم ارسال الابل ارسال الضرر، اما لعنه او جن عشان تكوني بالصوره يعني، وانت تهربي منهم معناتها ما قادر يصيبونك يعني، هم يحاولون ما وقفوا، ولكن حتى الان لم تقع الاصابه. الباب الوحيد اللي مفتوح اللي يفتح دائما للناس هو باب المسجد. فانت عندك عيال من زوجك؟ كم عدد عيالك؟ طيب بغض النظر، اذا كان عندك 3 ابناء فعليك ان تعالجينهم، كل واحد رقينه لوحده، 3 ابناء وبنات يعني عدد الاطفال 3. اما اذا ما كان عندك هالعدد هذا فيدل بان ابواب الله سبحانه وتعالى تفتح لك في المساجد، يعني كثري من الصلاه. الباب الوحيد اللي هو يفتح بدون مفتاح هو باب المسجد، دائما مفتوح للمصلين، فذلك يدل بان عليك كلما احسست بالضيق توجهي للصلاه. ما دمت تقيمين الصلاه في وقتها وتوجهين رب العالمين، كل هالاشياء اللي سووها هذول الاثنين لن تصيبك ولو بذره. هذا والله هو العليم الحكيم.